ماذا عن قدرة كامالا هاريس على كسب أصوات المستقلين أو دعنا نقول المترددين؟ أعتقد أنها لديها القدرة للوصول إلى الكثير من الوصول عن أشخاص، ليس النساء فقط، حتى ديمقراطيين أدوا إقناعهم ورسالة لهم من الأشخاص الذين دعموا بالفعل ترامب من قبل. لديها رسالة لهم ووصلت إليهم أكثر من رسالتها لترامب بشخصه.